ما ردوش اساسا. ناس على سبيل المثال انا بقول لكم القصه بوضوح، واللي عايز يقول غير الكلام ده يفضل يقول، بس كل واحد يتكلم بالحجه وبالدليل ارجوكم. هو ايه المشكل؟ انت عارف سد النهضه، اختصر لك انا مشكله سد النهضه. سد النهضه اثيوبيا بتبني سد اسمه النهضه، بتبنيه بارتفاع 175 متر، سعته التخزينية 74 مليار متر مكعب. مصر بدراستها رأت ان اللي بتعمله سواء في ارتفاع السد او في سعة التخزين سيدمر ملايين الافئدة في مصر. انا قلت الافئدة، والافئدة دي القلوب، وارد كمان انه يعني مع الافئدة الافئدة، فضلا عن تأثيره بقى البيئي وتأثيره ايه اللي هو ممكن يعني هيوصل بينا الى المجاعة المائية وتفاصيل كثيرة الى تصل الى درجه الكوارث. ماشي. فمصر رايها ان سد النهضه ده خطر داهم وجاثم علينا. احنا محتاجين سد النهضه ده يبقى ايه؟ محتاجينه ان يبقى الارتفاع بتاعه 95 متر والسعه بتاعته 14 مليار. يعني ال 175 يبقى 95، وال 74 مليار تخزين يبقى 14 مليار. انتوا اكيد تابعتوا اطراف من الازمه طبعا ايام الاجتماع اللي على الهواء مباشره الفاضح الكارثي اللي عمله محمد مرسي. لكن السد ده بدا يتبني لما مصر استغفلت في فتره الانفلاتات وفتره بقى فوضى ما بعد 25 يناير، فبداوا يبنوا السد ده. فلما بقى السد ده امر واقع، اللي اثيوبيا عايزه تبني السد ده امر واقع، فاصبح مصر امام يعني لهاث حقيقي لوقف موضوع السد. فجربنا الهطل والهبل اللي اتعمل ايام الاخوان، ولما جه الرئيس السيسي قرر انه يلجا الى الخطه اللي هي خطه يعني مصريه خالصه، اللي هي خطه عاقله، اللي هي التفاوض. اولا الغزو بالحب، بمعنى انه اظهار حسن النيه والمحبه لاثيوبيا والشعب الاثيوبي، وان ما فيش اي خصومه ولا معانده ولا معاداه، وانه في رغبه حقيقيه في بناء جسور للتواصل وتعاون بين الدولتين، وان مصر لا يمكن باي حال من الاحوال ترضى الا بالخير والنماء والتنميه للشعب الاثيوبي، ومن ثم تقبل للشعب الاثيوبي انه يبني سدود وكل حاجه فيما لا يضر مصر. ناخد بالنا. فالاثيوبيين ردوا على الحب بالكلام الحلو، وهو انه قبول طبعا الكلام ده. الرئيس السيسي راح زارهم كذا مره وخطب في برلمان، وهم قالوا كلام معطر بالجمال، انهم وافقوا على كل الكلام ده، بس قالوا لا السد لا يضر مصر. طيب السد لا يضر مصر، احنا بنقول يضر وانتوا تقولوا ما يضروش، نعمل ايه؟ قال لك مصر قالت ايه؟ نجيب خبراء دوليين، نعمل لجنه ونجيب خبراء دوليين. قالوا لك لا، ما فيش حاجه اسمها خبراء دوليين، احنا وبس، احنا وانتوا والسودانيين. طيب مصر قالت انه احنا عندنا دراسات بتقول، قال لك لا احنا مش معترفين بالدراسات دي، احنا عندنا دراسات بتقول انه فله ومش هيأثر عليكم. طب نعمل ايه؟ قال لك نعمل لجنه ثلاثيه نطرح فيها القضايا دي. نطرح فيها ايه؟ نطرح فيها هنعمل ايه اصلا. مصر وافقت طبعا، ده من الاخطاء مصر بقى. ليه؟ لانه الاثيوبي عايز يكسب وقت، وكل ده وهو بيكلمك وبيتفاوض معاك وبيحبك وبيبوسك ورجع لك البوس وكل حاجه، ده هو قاعد بيبني في السد. 48% من السد اتبنى، اسامه المغازي يقول لك احنا دعوناهم يوم 5 و6 اكتوبر، ما جوش. قال لك انا الاسبوع الثالث من اكتوبر يقعدوا، هنقعد احنا الثلاثه، اللي هو تعملوا ايه؟ هيقعدوا. يقول لك طب نعمل ايه بقى؟ نشوف نشوف شركه ثانيه غير الشركه الهولنديه او اللي هو لسه في الدراسات. وكل ده الاثيوبي ما تنازلش انه يوقف مشروع بناء السد لغايه
ما الدراسات تطلع. هو ما التزمش اطلاقا، هو بيبني مشروع السد اللي هيأثر عليك، وانتظر انت الدراسات اللي ما بتطلعش دي اللي علشان تقول انه بيأثر ولا ما يأثرش، فيكون السد نفسه اتبنى. طب وبعدين الى اي حد يمكن ان نستكمل مع هذه المهزلة؟ نعمل ايه صحيح؟ ده سؤال مهم، لانه احنا لا نعرف للدولة سياسة حتى الان فيما يخص سد النهضة. بجد السياسة هي التفاوض. طيب كويس جدا، الى متى؟ الى متى يعني؟ هل انت حطيت سقف الى التفاوض لغاية امتى؟ ثم مع كل اللي احنا فيها ده، اللي احنا فيه ده، لم يبدو على الاطلاق ان الطرف الاثيوبي لا اوقف المشروع ولا الزم نفسه باي التزام لا يضر به مصر. يعني قال لك للسعه بتاعتي هقللها 74 مليار، ده في انكت من كده انه بيعمل ثلاث سدود اخرى، 1.49 مليار في التخزين، 41 مليار، 1.42 مليار. يعني خراب مستعجل. ايه الخطه اللي عندك غير المفاوضات؟ وياخدك في مفاوضات ويوديك مفاوضات وانتهى الامر. اللي انت بقول لك زي ما انت شايفين اهو، كان المفروض الدراسات اللي مش ملزمه تطلع في مارس 2015 لغايه اكتوبر، ما طلعتش، والمكتب الهولندي اللي فيه انسحب. طب وبعدين ايه اخرتها؟ والمشروع مستمر والسد بيتبني. ما الذي يمكن ان ننتظره من حكومتنا؟ ثم هو ليه الكلام مش واضح للناس ان احنا في طريق فشل؟ ليه الحكومه، انا هقول لكم الحكومه بتفكر ازاي. الحكومه اكتشفت انها مش قادره توقف الاثيوبيين عن موضوع ال 74 مليار، وانها قبلت بسعه التخزين 74 مليار ورا السد النهضه، لكن مراهنة على انه بالحب نقدر نقنعهم ان يبقى فعليا 14 مليار. يعني يبقى انت البنى جاهز، البحيره اللي ورا السد النهضه اللي هتمنع الميه يعني وتخزنها، تبقى جاهزه لاستيعاب 74 مليار، بس هما يقتنعوا بالحب انه يفضل 14 مليار فعلا ميه. معرفش الحب ده لغايه امتى، لانه كمان ولو هو هيعملها 14 مليار ميه بس بناء على طلبك ورجائك، طب وليه يكلف نفسه كل ده عشان يبقى 74 مليار؟ ده كلفة بالمليارات الدولارات. مش هيبني كل البنى ده وفي الاخر يخليه 14 مليار بس بناء على رغبتك، الا لو اكبرته والزمته. ازاي؟ ده سؤال مهم. ازاي؟ لانه اللي انت شغال بيه دلوقتي، مش عايزين نزعل اثيوبيا، مش عارف ايه اللي يزعل اثيوبيا، كل شويه مش عايزين نزعل اي حد، مش عايزين نزعل السعوديه، مش عايزين نزعل اثيوبيا، مش عايزين نزعل، مش فاهم ليه مش عايزين، ايه علاقه والناس ويزعلوا ليه اصلا؟ يعني ماشي في قضايا ومصالح بلدنا، ثم انها حقوق ومصالح بتتقال وبتتعلن علشان شعبنا وعلشان جمهورنا وعشان راينا العام وعشان مصير اجيالنا. لا يمس هذا لا اتهاما لاحد ولا انتقاصا من احد، دي حقوق في واجب حقوق، هما من حقهم يقولوا ويتكلموا، احنا حقنا نقول ونتكلم ونصل الى حل، وحتى لو اختلفنا واحنا مختلفين اهو. طيب انا بقول لك ايه الحل الاثيوبي بقى؟ الحل الاثيوبي هو ان حينما قرر جمال عبد الناصر بناء السد العالي، رات اثيوبيا، ولاحظ ان وقتها اثيوبيا يعني لم تكن بالقوه الراهنه، ومع ذلك ومصر كانت مصر، ومع ذلك قررت اثيوبيا انها تحتج على بناء السد العالي، اللي هو حاجه لا يمكن تصدقها. ده السد العالي ده هناك، انا وانا ببعد عنك ميه، انا مالي انا بيك؟ حاجه لا تضرك على الاطلاق، حاجه بتنظم المياه المهدره عندي مش عندك، ومع ذلك اثيوبيا احتجت. فمصر بصت لهم كده قالت لهم احتاجين ليه؟ ده لا يضركم في اي شيء. فقال لك لا هيضرنا.
فمصر قالت لا ده مشروعنا ولن يضركم. فاثيوبيا عملت ايه؟ الادوار بتتحول اهو. اثيوبيا عملت ايه يا جماعه؟ وهي اثيوبيا وقتها وده جمال عبد الناصر وقتها قدموا شكوى للامم المتحده وطلبوا تحكيم دولي واتعمل تحكيم دولي وانتهى التحكيم الدولي الى حق مصر في السد العالي وان اثيوبيا لن تضار بمشروع السد العالي. بمنتهى الحب بذات الطريقه اللي متبعها الرئيس السيسي الجا للتحكيم الدولي، لم يعد هناك اي منفذ لاي حركه لاي موقف ينم عن ان اثيوبيا هتغير سياستها وطريقتها. لو مشينا ورا حسام المغازي هنغرق باعتبار وزير الري، خلي الله يرحمه كان دايما يقول لك نكته بس مباشر قطعوا اللي مش عارف اخبار طريقه وزير الري غرق، يعني اعتبر انها نكته ميته، يعني اف ميت فعلا يعني. لكن احنا لو مشينا ورا وزير الري للمفارقه سنغرق، ولا بد من ان يتسلم هذا الملف مفاوض مصري سياسي. مش هينفع. ادوا الملف ده لعمرو موسى، ادوا لمصطفى الفقي، ادوا لاي حد عنده خبرات التفاوض وخبرات السياسه، وخلي الباقي فني يشتغل معاه. ولا بد من التحكيم الدولي. ولعل في هذا الصدد ارشح لكم جميعا الكتاب الرائع للدكتور نبيل العربي عن كامب ديفيد وعن قضيه طابا، مذكراته اللي بيتكلم فيها عن ازاي عملنا تحكيم دولي وازاي عملنا فرق للتحكيم الدولي وازاي اشتغلنا بشكل محترف عظيم.